إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. مهما قابلت الجد بالهزل واللعب وتنأى بعيدا حينما لوصلك أقترب، حلق كيفما شئت طولا وشرقا وغربا، فإنك لن تجد وطنا كهذا الصدر الرحب. سحر العقوق والنفور وكراهية الآباء والأبناء سحر يقصده بعض الحاسدين وبعض المنافقين، حسدا على هذه النعمة، حسدا على نعمة الأهل والآباء والأبناء. فكثير منهم عندما يرى هذه النعمة على غيره يتضيق به الدنيا ولا يتحمل، لأنه لا يتحمل أن يرى الخير على غيره. فإذا رأى أبناء الناس وآباءهم الحمد لله في عافية وفي تفاهم وفي ود وحب، أراد أن يقلب هذا الحب غيظا وبغضا وكراهية ونفورا، ربما لأنه لا يعرف ما معنى الحب ولا يعرف ما معنى العاطفة. هناك أعراض كثيرة، ولكن أحببت أن أقدمها في هذا الجزء لأننا سنقدم الجزء الثاني لها إن شاء الله. أولا، اختفاء وتلاشي الحس العاطفي بين الآباء والأبناء، بحيث يصبح الآباء والأبناء تختفي عندهم هذه الأحاسيس العاطفة وتبرد شيئا فشيئا. ثانيا، انهيار الهرم العاطفي بالكامل، بحيث لا تبقى عاطفة في قلب أحد من الأبناء ولا في قلب أحد من الآباء، فتختفي نهائيا. ثالثا، ظهور نفور ملحوظ بين الآباء والأبناء ومن غير سبب ومن غير داع لذلك، ويأتي فجأة، يكون الإنسان عاديا طبيعيا يعيش ويزاول حياته في حب وسلام واطمئنان، ثم تنزل هذه الكارثة. رابعا، الشعور بالغضب المفرط أثناء التواجد مع بعضهما البعض، فتقول البنت: أنا إذا تواجدت أمام أمي انفجرت صارخة من غير سبب وغضب مفرط من غير سبب. والأم تقول: أنا إذا جلست بنتي أمامي أو ولدي أمامي أو تواجدنا في مكان واحد مع بعضنا البعض فإننا نحس بغضب شديد لا نعرف سببه، وكذلك بين الأب وأبنائه، وهذا يتكرر وليس مرة واحدة وليس له سبب نفسي أبدا. خامسا، عدم القدرة على الجلوس حيث يتواجد الأب أو الابن، فالأب إذا جلس قرب ابنه في المكان الذي يتواجد فيه ابنه لا يستطيع ولا يتحمل الجلوس وتضيق به الدنيا ويريد أن يخرج ويضيق نفسه وربما تضيق عليه الدنيا ويصبح متوترا مكتئبا خائفا وجلا، لا يستطيع أن يجلس في هذا المكان ولا يجد الراحة إلا إذا انصرف الابن، أو الابن لا يجد الراحة إلا إذا انصرف الأب، علما من غير سبب ومن غير مشاكل ومن غير ضغوطات، وهذا يأتي فجأة ويتكرر مرارا. سادسا، نشوب خلافات بين الأم وبنتها بدون سبب، نشوب خلافات بين الابن وأبيه من غير سبب، نشوب خلافات بين الأم وأبنائها وبناتها، بين الأب وأبنائه وبناته من غير سبب. وفي النهاية تعجب الجميع لماذا حصلت هذه الخلافات، علما أنه لا سبب لذلك. سابعا، التضايق وضيق الصدر أثناء الحوار، حتى لو كان الحوار في صالح الابن أو في صالح البنت أو في صالح الأم أو في صالح الأب، تضايق شديد وضيق في الصدر، علما بأن هذا لم يكن سابقا وليس له سبب أبدا. فتجد الإنسان يتضايق تضايقا شديدا ويضيق نفسه ولا يعرف السبب. ثامنا، عدم تقبل رأي الآخر، الأب لا يتقبل رأي ابنه أو ابنته، حتى لو كان الأب متفتحا وعالما وذو علم وأخلاق ودين،
فإنه تصبح عنده هذه الأشياء تضغط عليه، لا يقبل ولا يتقبل رأي الآخر أبدا، وهذا يأتي فجأة، كما يحصل كذلك بين الأم وابنتها وبين الأم وأبنائها وبناتها. كلما كان الأبناء بررا ربما كان الحسد أكثر، وهذا كما قلنا يتكرر وكثيرا ومن غير سبب. تاسعا، كثرة الصراخ والانزعاج من أي عمل يقوم به الطرف الآخر، فإن الأب إذا قام بأي عمل لا يتقبله الابن، والابن مهما قام بأي عمل حسن وفي صالح الجميع في صالح الأسرة لا يقبله منه، وهكذا وتتكرر الأمور، وبين الأم وابنتها كذلك، وبين البنت وأمها. فالبنت تقول أنا سبحان الله أحس بهذا يحصل معي وكثيرا لا أعرف السبب، ويتكرر كثيرا مع أمي، بحيث أضطر أن أجلس وأبكي بكاء شديدا وأحاسب نفسي لماذا يحصل معي هذا ولا أعرف السبب. عاشرا، البكاء من شدة القهر عند تنفيذ ما طلب منه. فالابن أو حتى الأب أو الأم أو البنت إذا طلب منها شيء، يعني الابن إذا طلب من الأب أو الأب إذا طلب من الابن أو الأم إذا طلبت من البنت أو البنت إذا طلبت من الأم تنفيذ بعض الأشياء، تحصل هذه الأمور علما لا سبب لذلك. فلا تكون البنت أو الابن مثلا عنده رغبة في قضاء بعض الأشياء أو الخروج أو عنده أشغال فأنت تطلب منه ثم يكون رد الفعل، لا، يكون لا رد فعل في ذلك، إنما يأتي بغتة وفجأة. حتى لو كان جالسا في البيت وطلبت منه شيئا فإنه سيحصل معه هذا الشيء. 11، تدافع العاطفة بين الحب والكراهية. فتارة يكون حب مطلق، وتارة تكون كراهية مفرطة ومن غير سبب، وهذا قد يحصل في وقت واحد ويتكرر كثيرا ومن غير سبب، ويتكرر في كل يوم، قد يحصل في وقت واحد في جلسة واحدة مرات كثيرة. 12، عدم تحمل التدقيق في النظر إلى عيني ووجه الطرف الآخر. فتقول البنت أنا لا أستطيع النظر في وجه أمي ولا أستطيع النظر في عينيها، والأب يقول أنا لا أستطيع النظر في عيني ووجه ابني، والابن يقول لا أستطيع النظر والتدقيق في وجه وعيني الوالد، وهذا قلنا يتكرر ومن غير سبب. 13، الانهيار العصبي السريع في حال التوتر مع بعض. فإذا حصل بعض التوتر ولو بسيط جدا قد يصاب أحد منهم، إما الأب أو الابن أو الأم أو البنت، بانهيار عصبي سريع وقوي جدا، وهذا قلنا من غير سبب إلا لأسباب بسيطة جدا. 14، ظهور مظاهر العقوق فجأة ومن غير سبب، فينقلب الابن أو البنت من مرحلة إلى مرحلة، من البر إلى العقوق، من البر المطلق إلى العقوق المطلق ومن غير سبب، وفجأة يأتي بغتة حتى يتعجب الإنسان من نفسه. 15، الاشتياق في حال البعد والكراهية والنفور في حال القرب. فعندما يكون الابن أو تكون البنت بعيدة عن أمها والابن بعيدا عن أبيه، وكذلك الأب والأم، تكون الأمور في سلام وعافية. فإذا ما اقترب أو التقى أحدهما بالآخر حصلت هذه الأشياء وكذلك تتكرر. 16، الشعور الدائم بأن الأب يفضل إخوانك عليك، أو الوالدة تفضل جميع أخواتك عليك، علما أنه لا مبرر لذلك ولا شيء ملحوظ في ذلك، إنما هو إحساس داخلي فقط. أما العدل فهو موجود والمعاملة موجودة، يعني
مثل الأول مثل الثاني مثل الثالث، لا فرق في المعاملة وفي الاهتمام، ولكن هذا إحساس داخلي. 17 كثرة إهانة الوالدين لك من غير سبب، أو كثرة إهانة الأبناء للآباء وكذلك من غير سبب، ويتكرر ويأتي هذا فجأة ويتلذذ به الطرف الآخر. فلا نقول بأن الإنسان عنده شخصية مثلا سادية أو غيرها، لا، إنما هذا يأتي فجأة، قد يندم وقد لا يندم. 18 انقلاب الحال من الحب إلى الكراهية فجأة، يقول كنت أحب أمي فالآن أكرهها كراهية مطلقة مفرطة ومن غير سبب، وكذلك يحصل مع الأب وابنه أو وأبنائه. 19 كثرة اتهام أحد الطرفين للآخر بعدم الاهتمام، فتقول الأم أن بنتي لا تهتم بي مطلقا، أما الناس فتهتم بالناس ولا تهتم بي أنا، ولا تسمع كلامي أنا وتسمع كلام الناس، وتضحك مع الناس ولا تبتسم معي مثلا، وقس على ذلك. 20 اختفاء الاحترام بين الأم وابنتها، واختفاء الاحترام بين الأب وابنه أو بين الوالدين وأبنائهم، هذا يأتي فجأة ومن غير سبب ومن غير خلاف. 21 التفكير المستمر في التخلي عن الأبناء، فكثير من الآباء والأمهات ومن غير سبب ومن غير مشاكل يفكر بهجر وترك الأبناء والتخلي عنهم من غير سبب، وتراوده الفكرة، وهذه الفكرة تأتي فجأة ومن غير سبب يذكر، لكن بعد الرقية تتغير الأمور. 22 هذا يكون في المنام، الأحلام بأنه يوجد من يحول بينك وبين والديك على شكل من الأشكال. 23 الأحلام بالثعابين تطاردك وتطارد والديك معك أيضا. 24 الأحلام بأنك تفقد مفاتيح بيت الوالد، أو تضيع منك أو تنكسر أو